اهلا وسهلا بكم متابعينا على شبكه سي جي تي ان العربيه. انا معكم رافع هزاع من سوق دونان للزهور بمقاطعه يونان مدينه كومينغ. ترافق لي في جولتي هذه اليوم زميلتي لينغ. اهلا بك رافع، اهلا بكم متابعين، رافقونا في هذه الجوله. اعتقد كم سعرها هذه؟ كم تعتقدين؟ ني هو تيجي تصور شيء 50元，30多。啊，他们的货50元， 我阿达都租户的，达达丁。对呀，这个多少钱？五块。走吧。好的嘞。好吧。给你。谢谢啊。كيف أنا؟ محبوب。شكرا。啊，زهور مختلفة. مختلفة اللون. هذه زهور صناعية. هل هي شائعة جدا بين ال يوجد لون معين للشراء من قبل الزبائن؟ 他们有些特定的喜欢这些花的颜色吗？就是根据客户的需要，就是给他们染色。 ممكن تلوين هذه الزهور حسب حاجة الزبون. حسب رغبة الزبون. نعم. جميل. ما هو لونك المفضل؟ نعم. ما هو لونك المفضل؟ أزرق، أحمر، أصفر. أزرق مفضل. غريب. أنا أفضل. إليك أحمر. 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 هذا اللون المفضل لدى جميع الصينيين. أنا تقريبا صيني الآن. ممكن ندخل هنا؟ نيهاو. نيهاو. هو الآن يقوم برق العجين. أعتقد هذا مصنوع من البطاطا الحلوة. تصبح العجينة رقيقة الآن. هذه معجنات بخصائص يونانية. يعجبني اللون أيضا، لكن لا أعرف عن النكهة. أعتقد يقوم الآن بلف العجين. جميل. ماذا سيعمل بعد ذلك؟ تقطيع العجين. يبدو محترف جدا. ممكن أحاول؟ تريد التايمر معك؟ ممكن؟ أوكي. نسأله؟ تونغ شوفو ني هاو. ني هاو. ني هاو. كاي كاي كاي. ناو جيو ني هاو. ناو دي بو. يو إيجا. جي إيجا. هاو. جيز. دوي، وان زونغ تيان. 然后第二步，用我们这个可食用的鲜花馅，把它放在里面，最重要的就是这一步。哎，对，然后把它包好，把口，对，把口，搞成一个，封好，避免它露馅出来。好。 然后做好以后，我们就把它压扁。哈哈哈。OK。哎。嗯，阿姆利亚蒙塔。蒙塔斯。然后要烤制的时候，我们把它翻出来，然后每一个都把它翻出来。嗯。 这样一个鲜花饼的半成品就做好了，现在就我们就可以烤制。嗯。تبدو هكذا بعد أن يتم شواء. كم تستمر عملية الشواء؟ 15 دقيقة.
这个就是我们刚才现做的一个鲜花饼，大家可以尝一下。تحبي الحلويات؟ نعم. تريدين تذوق؟ أوكي. أوكي. أبدأ فيها. كيف؟ حلو. لذيذ. لذيذ. يمكنني الإحساس برائحة الزهور ليس بطعمها فقط. رائع جدا. أحب هذا. أوكي. سيسيا. يمكننا نرى. السوق بشكل كامل هنا. واو. هذا سوق عظيم ضخم عظيم. هو أكبر سوق في آسيا. نعم. عمليات البيع والشراء تتم يوميا بقيمة تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليون. طبعا الفلاحين في مقاطعة يونان بعد أن انتبهوا إلى تجارة الزهور فضلوها على تجارة الفواكه والخضروات. نعم. لأنها مربحة أكثر بشكل أسرع. نزور المكان الآن. أوكي ندخل. اوكي يمكن ان نرى هنا شوفي اذا على هذه اللوحه هنا يقوم الشخص هو يمكن ان يرى انواع الزهور. هذه الزهور التي ترين صورها هذه الزهور لم تباع في الصباح، لذلك يقوم العمال بادخال البيانات بالتقاط هذه الزهور التقاط صور لها وادخال البيانات. يقوم الشخص فقط بوضع بطاقه البنك في الطاوله هنا ثم يقوم بضغط الأزرار، هذه الأزرار هنا يقوم بضغط الأزرار لاختيار نوع الزهور الخاص ما يريد وكم يطلب وبأي سعر يريد مباشرة وبسرعة كبيرة جدا. أستخدم هذا السوق بالتكنولوجيا الحديثة لبيع الزهور. طبعا لأن التجارة الإلكترونية الآن أصبحت ضخمة جدا جدا في الصين. نعم. أوكي. ما زاد مستمر. لكن يجب أن ننهي البث نحن هنا. إلى هنا ننتهي هذه الجولة معكم ورافع هزاع. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. شكرا مع السلامة.